مجددا تعود المسيرات إلى ريف محافظة تعز تحت شعارات وعناوين متعددة تعبر عن حالة الوعي لدى الناس إزاء ما يحدث على الساحة المحلية. سائرون من أجل تحقيق مشروع اليمن الكبير، وإنهم لن يسمحوا أن تتقزم تعز أو الحجرية وتتخندق في مشاريع صغيرة. هذه المشاريع قد نبضها كل أبناء الشعب اليمني. حراك سلمي شهدته عدد من المديريات خلال الفترة الماضية تمثل في مسيرات ووقفات احتجاجية، لكنها في المجمل أكدت على دعم الجيش الوطني من أجل استكمال تحرير المحافظة من الميليشيا ورفض الاقتتال الداخلي بين وحداته العسكرية. كما خرجنا اليوم بالاحتفال بالثلاثين من نوفمبر وخروج آخر جندي بريطاني من عدن، فإننا نطالب التحالف العربي والقيادة السياسية باستكمال تحرير كافة المحافظات وخروج آخر الحوثيين من هذه المناطق التي لم تحرر. لا نرضى أن يكون هناك سب أو شتم لأي مكون من مكونات الجيش، ونرفض أي تكوينات خارج إطار المؤسسة العسكرية. الوفاء لدماء الشهداء، رفض الغلاء والتلاعب بأقوات المواطنين، والمطالبة بالقبض على المطلوبين أمنيا، مطالب نادت بها مسيرة اليوم، لكن أبرزها تلك التي طالبت السلطة المحلية بالتحرك والقيام بواجباتها في النزول إلى الأسواق لضبط التجار المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية، خصوصا مع التراجع الكبير في سعر العملات الأجنبية أمام الريال اليمني. يتزامن خروج هؤلاء اليوم مع مرور الذكرى 51 لاستقلال جنوب الوطن من المستعمر البريطاني، والتي تأتي في ظروف بالغة الصعوبة يشهدها اليمن منذ انقلاب الميليشيا قبل 4 سنوات، وهو ما يشكل حالة رفض دائمة لأي تدخلات خارجية مهما كانت المبررات. الحراك السلمي الذي تشهده مديريات ريف المحافظة يؤكد صعوبة تجاوز صوت الشارع وقوة حضوره في كل القضايا الجوهرية، وهو ما يكشف عن تزايد حالة الوعي لدى الناس وتشكل رأيا مغايرا لما كان سائدا في ظل النظام السابق. فواز الحمادي، قناة بلقيس، الحجرية، تعز.